بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه الآية مواساة لكل مؤمن يرى من حوله الظلم، يرى أصحاب الأموال يتنعمون ويفسدون في الأرض وهو غير قادر على أن يفعل أي شيء. الله تبارك وتعالى أراد أن يواسي حبيبه عليه الصلاة والسلام، قال له: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لا تنغر بكثرة الأموال والأولاد. إذا رأيت إنسان لديه السلطة، لديه المال، لديه القوة، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. طيب لماذا يا رب؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليعذبهم بها. سبحان الله، الأموال والأولاد هي عذاب لهذا الإنسان. والله أيها الأحبة، كثير من أصحاب الأموال لو دخلت إلى قلوبهم لرأيت جحيما من البؤس والاكتئاب والمشاكل والهموم، ينامون، طبعا ليس الكل ولكن نسبة لا بأس بها، ينام صاحب المال الكثير الذي لا ينفقه في سبيل الله ولا يبتغي به وجه الله، ينام لا يستطيع النوم إلا إذا أخذ حبوب مهدئة، تجد لديه الكثير من المشاكل، لا يعرف كيف يعيش هذه الحياة. إنما يريد الله ليعذبهم بها. عندما ترى أخي الحبيب هؤلاء الذين ينفقون أموالهم على الطغيان، على الحفلات الراقصة، على الخمر، على نشر الفاحشة، على نشر الرذيلة بين المؤمنين، لا تعجبك أموالهم. عندما نرى في أوروبا مثلا كثير من الشباب يطمح للسفر إلى دول غربية، يقول لك: هناك المال، هناك الاختراعات، التكنولوجيا، الله أمرنا ألا نعجب بهم، ألا ننغر بهم، هذا أمر إلهي أيها الأحبة، وهو عبادة لله. أنا كمؤمن أعجب بالنبي عليه الصلاة والسلام، أتخذه قدوة لي وكل من سار على نهجه صلى الله عليه وسلم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. والله أيها الأحبة، أكبر نسبة انتحار في الدول الأكثر رفاهية، هل تعلمون هذه الحقيقة؟ الدول الأكثر رفاهية وغنى وفسقا وإلحادا هم الأكثر من حيث عدد المنتحرين سنويا، هم الأكثر. سبحان الله. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. طيب فقط أم هناك شيء أسوأ؟ وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا الإنسان لو قدر لنا أن نراه لحظة الموت سنشفق لحالته. لو قدر لنا أن نرى هذا الظالم، هذا المجرم، هذا الذي ينفق أمواله ليضل عن سبيل الله، ليؤذي الناس، لينشر الفسق والفجور، هذا الإنسان لو قدر لك أخي المؤمن أن ترى كيف يموت سترى شيء عجيب. سترى كيف تجتمع عليه ملائكة العذاب بأبشع صورة، تزهق نفسه إزهاقا، يذوق الويلات. لذلك لا يعجبك هذا المنظر الظاهري، هذا المشهد الظاهري. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ترى كثير من هؤلاء لديه ابن عاق، ابن يقهره، ابن يؤذيه، يعذب بالأولاد، يعذب بالأموال من كثرة الهموم والمشاكل. أنا قرأت ذات مرة عن ملياردير ألماني أثناء الأزمة المالية التي ضربت العالم، انتحر لأن ثروته نقصت إلى النصف، يعني كانت بحدود 10 مليارات أصبحت 5 مليارات.
انتحر تحت عجلات القطار. انظروا إلى البؤس الذي يعيش هذا الإنسان على الرغم من امتلاكه المليارات. هذا عذاب أيها الأحبة، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم لحظة الموت وهم كافرون، يموت كافرا ويكوى في نار جهنم بهذه الأموال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الدار الآخرة، وأن يعيننا على قضاء ما تبقى لنا من هذه الدنيا، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.